في فئة الأدب والكتاب. تقدم الجائزة الأولى السيدة وزيرة الثقافة والفنون. أندري فاكي رمبرت le premier prix avec son projet intitulé Tahia Cinéma. La catégorie musique de cette première édition de Farafa Hub Challenge, Décibel remporte le premier prix. L'intitulé de son projet c'était 3D Design et pour Bouharati Benaïd Bouchra c'était la fibre artistique. هذه التطبيقات خاصة الرقمية منها مرتبطة باقتصاد المعرفة، من شأنها أنها تغير الكثير من أنماط التسيير، خاصة في مثلا اقتناء الكتاب، في تسيير القاعات، في الحجز، الاي بايمنت، الاي تيكت، الحجز عن طريق المنصات الرقمية، اقتناء الكتب عن طريق المنصات الرقمية، أيضا في مجال التراث الزيارات الافتراضية للمواقع وللمتاحف. كل هذا من شأنه أنه يغير نمط التسيير وأيضا تقديم خدمات ثقافية جديدة ما كانتش متاحة من قبل. صندوق الاستثمار في شركة الناشئة الذي تم الإعلان عنه في 3 أكتوبر بدأ الخدمة في نهاية شهر ديسمبر. حاليا استثمر الصندوق في اكثر من 11 شركه ناشئه في شتى المجالات. هو يعمل على مبدا المخاطره في راس المال، اي انه يدخل يساهم في رؤوس اموال الشركات الناشئه، على عكس ربما الميكانيزمات اللي كانت في الماضي واللي كانت تعتمد على القروض، فهو لا يقدم قروض ويستثمر في الشركات. اليوم كما قلت الصندوق يستثمر او مول 11 شركة ناشئة، من بين الشركات التي تحصلت على علامة شركة ناشئة، وللاستفادة من الصندوق وشيء سهل جدا. الجمعية السيدات والسادة أعضاء لجان التحكيم إن كان في المرحلة التصفيق.